ضيف بقى ان موضوع الامن ده فيه مشاكل اصلا، في امن ولا في امان ولا في حاجه، كل عام وانت بخير. ليه؟ لان الفقر مفتاح كل الشرور، الفقر مفتاح كل الجرائم. الناس لما بتفتقر، لما بتبقى محتاجه، بتستبيح اي حاجه وبتعمل جرائم كتير بكل اسف. انا بقى اللي عايزك تجاوب يا مصطفى، بس انت مش هتجاوب، تعال انا اجاوبك، اجاوبك بالارقام والاخبار الحديثه، مش هجيب لك من ورا. شوف يا سيدي، مصر اللي السيسي انقذها من مصير سوريا والعراق اهي، تراجع مصري بمؤشر الامن الغذائي عالميا وعربيا يعتمد على القدرة على تحمل تكاليف وتوفير وجودة وسلامة الغذاء. في 2019 كنا 55 عالميا، وعربيا كنا رقم 7 في الامن الغذائي. عارف في 2022 بقينا كام؟ بقينا عالميا 77 وعربيا رقم 11. المصدر للإيكونوميست امباكت. احنا تراجعنا 15 مركز في الامن الغذائي، واسعار الغذاء في مصر زادت بنسبة لا تحسد عليها، وده اللي بيتحمله المواطن المصري اللي بتعايروه، بيتحمله من جيبه. ادي الخبر اهو. ارتفاع اسعار الطعام بنسبة 68.2% ده في يوليو اللي فات على اساس سنوي. بص بقى، هتلاقي الحبوب والخبز زاد 55.7%، والدواجن واللحوم حوالي 93، والاسماك والمأكولات البحريه 83، الالبان والجبن والبيض حوالي 65، الزيوت والدهون حوالي 30 ولا 31، الفاكهه حوالي 43، الخضروات 82%، السكر 38%، البن والشاي حوالي 76%. معدل التضخم هو ايه؟ هو اللي هو اسعار كل حاجه، مش الاكل والشرب بس، اللي هو القيمه الشرائيه لعملتك الجنيه بقت بالشكل ده. وبالمناسبه ده اعلان البنك المركزي بنفسه اهو، البنك المركزي المصري، التضخم الاساسي يسجل 40.7% على اساس سنوي. امتى؟ يوليو اللي فات، الشهر اللي فات. والبنك المركزي نفسه للدوله اللي انقذها السيسي بيستعد علشان يطرح أذون ب 600 مليون يورو في المزاد اهو. مصر ستطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو الاثنين اللي جاي، ده رويترز لا عن البنك المركزي، كلها مصادر من الدولة. مصر العظيمة اللي انقذها السيسي، قلت لكم قبل كده انها ما فيهاش في خزنتها 300 مليون دولار عشان تشتري غاز ومازوت للكهرباء، علشان كده قرروا يقطعوا الكهرباء عن الشعب صيف بحاله. الله اعلم بعد الصيف هيبقى الوضع ايه. هي نفس البلد اللي بتشحت لوجه الله، وده اللي قاله على فكره توفيق عكاشة مشان